السلامة واضح إمنا جسمي من سيد حسين نخدم في الجبس بلاك دو بلاتر جبس مودرن دخلت الشانتي كنت فرحانة أكيد مانيش فاهمة شيء وقتها قلت شبيه كي وصعيبة وكيف باش نبداها أنا وقتاش باش نتعلم الخدمة هذي الكل من بعد عرفت أني بالبراتيك وبشوي بشوي أكيد باش كل مرة نتعلم حكاية وباش نطور في روحي مش خدمة نتاع رجال ولا خدمة نتاع نساء ولا خدمة نتاع بنات فكرة جيتني 2016 وقت عمري 16 سنة كنت نخدم ديزاين على الحيط كل مرة نمشي الروضة نرسمها كل مرة نمشي البيت نتاع صغار نرسم فيهم ديزاين وخوي يخدم في الدومين هذا قلت له علمني خلينا نخدم ماستيك كيفك والكل ما كانش من العكسين علمني بعديك زيد قال لي باش تزيد تستفيد انت تزيد تتعلم اكثر على بالقواعد نتاعها بعثني الكنوف كنوف عملت فورماسيون خميس دو شهيد شهيدة بلاك دو بلاتر شهيدة اونديان بلاك لي ما شفتش حق بنيت معي في شانتي يعرضوني كمهندسين في شانتي معني ما لقيتش بنيت يخدموا معي بعد ما طلعت الحكاية برشا بنات تشجعوا ومشيوا وعملوا فورماسيون كيفي انا ويحبوا يدخلوا في الدومين ومش كان في الدومين هذا برشا بعثوا لي ميساجات قالوا لي رانا تشجعنا على برشا خدم فما اللي مشيت ميكانسيان في الحومه فما اللي فلاحه فما برشا بنات زاد يخدموا في خدم احلام يسالوني يقولوا لي كيفاش بديتها يحبوا نعرفوا كيفاش بديتها يقولوا لي امنا رانا عندنا برشا خدم نتمنيهم باش نخدموه ونخافوا من العبيد اللي يقولوا علينا مثلا خدمه رجال يقولوا علينا طفل ولا يقولوا علينا نقول لهم ما يهمكمش في كلام العبيد خاطر كي مش نتبعوا كلام العبيد مانيش نخدموا شيء ومانيش باش نطوروا في رواحنا ليه